رحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة على شاشة النيل الأخبار. نحن في انتظار بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي يجمع بين السيد سامح شكري وزير الخارجية مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي. بالطبع هناك جولة يقوم بها السيد وزير الخارجية الروسي لافروف في المنطقة، بدأت منذ قليل بالقاهرة ثم إلى إثيوبيا ثم إلى أوغندا والكونغو، تشمل عدد من الدول الإفريقية بهدف توطيد العلاقات مع الجانب الأفريقي من قبل روسيا. تعد هذه الزيارة الزيارة الأولى للافروف في المنطقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي. واستبقت هذه الزيارة تصريحات لسيرجي لافروف إلى المنطقة، وقال فيها أن مصر شريك أساسي للمنطقة وشريك أساسي لروسيا، وتعد مصر من الدول المهمة جدا بالنسبة للجانب الروسي. وكذلك قال أن هناك علاقات تجارية واقتصادية متبادلة ما بين الجانبين، منها بالطبع المشاركة في المنطقة الصناعية في منطقة السويس ومحطة الضبع النووية التي بالطبع شهدنا بالأمس كان هناك زيارات مهمة من قبل الجانب الروسي. نتابع الآن مع حضراتكم بعض الأخبار التي سبقت هذه الزيارة الخاصة بوزير الخارجية الروسي إلى القاهرة. معنا عبر الهاتف سعد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعد سفير برحب بحضرتك. سعد سفير أهلا صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك سعد سفير برحب بحضرتك. أهلا وسهلا أهلا بك سعد سفير. سعد سفير الحقيقة طبعا زيارة مهمة جدا للسيد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي في هذه الفترة، بوجهة نظر حضرتك لماذا هذا التوقيت تحديدا في ظل يمكن التهاب المنطقة والحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا في هذه الفترة، والسيد وزير الخارجية الروسي يقوم بجولة إفريقية بدأها من مصر باعتباره أو استبقت الزيارة قال بأنه مصر شريك أساسي بالنسبة إلى الجانب الروسي ومن أهم المقاصد المهمة لروسيا في المنطقة الإفريقية ككل؟ الجولة هي أول جولة لسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا خارج نطاق روسيا والدول الحليفة لروسيا في آسيا الوسطى. منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وحضرتك هي جولة في أفريقيا تأتي بعد التوقيع على الاتفاق في اسطنبول أول أمس، تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية إلى العالم. فهدف الجولة دي في الأساس هو شرح الموقف الروسي للدول الأفريقية للرد على الحملة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا واتهام روسيا انها مسؤوله عن تهديد الامن الغذائي للدول الناميه. وكما تعلم حضرتك الدول الافريقيه من اكثر الدول تاثرا بارتفاع اسعار الحبوب ونقص الامدادات فيها. من طبعا هو بدا جولته في مصر من مصر
تبقى في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم التوقيع عليه بين مصر وروسيا منذ 3 أعوام. ومصر طبعا من وجهة نظر روسيا هي البوابة لأفريقيا، ليس فقط بسبب الدور المصري والدور التاريخي لمصر في القارة الأفريقية، وإنما الدور اللي بتطلع به مصر حاليا في الدفاع عن المصالح والحقوق ووجهات النظر الأفريقية تجاه التحديات والتهديدات للأمن والسلم في أفريقيا. في هذه الجولة أتصور أنه سيرجي لافروف حيؤكد على ثوابت الموقف الروسي بالنسبة للحرب في أوكرانيا، وعلى أن ممكن تقدمه روسيا للدول الأفريقية الأقل نموا والأكثر فقرا من مساعدات. من ناحية أخرى، بالرغم من هذه الجولة، طبعا يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هذه الجولة بيقوم بها سيرجي لافروف في القارة الأفريقية التي لم تطبق، لم يعني الدول الأفريقية لم تشارك في العقوبات الغربية على روسيا، وبالتالي أعتقد أن هو هيتوجه برسالة تقدير من جانب السلطات الروسية والحكومة الروسية للدول الأفريقية، وفي مقدمة هذه الدول مصر طبعا، لأن مصر كان موقفها واضحا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أنها تدعو دائما إلى وقف إطلاق النار وإلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا. نعم. طيب سعادة السفير، أيضا يمكن كان في تحرك أمريكي في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية، عقبها أيضا يمكن زيارة خارجية للرئيس بوتين إلى إيران والتقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان هناك، ويعقب ذلك أيضا تحركات من جانب وزير الخارجية الروسي في المنطقة. هل بوجهة نظرك هناك ربط ما بين التحرك الأمريكي في المنطقة والتحرك الروسي أيضا؟ يعني حقيقة أنا أتصور أنه جولة سيرجي لافروف في أفريقيا يعني كانت في التحضير منذ فترة، لكن مما لا شك فيه أنه روسيا بتحاول تثبت أن هي بالرغم من العقوبات الأمريكية والغربية الصارمة غير المسبوقة على روسيا، وإنما ما زال لروسيا أن روسيا ما زالت قوة دولية لها علاقتها ولها حلفائها ولها شركائها، وانه بالرغم من هذه العقوبات روسيا ما زالت تقف على قدميها وهي تتحرك دبلوماسيا على مستوى العالم. وكما اشرت حضرتك هذه الجوله طبعا بتاتي للرد على الحمله الامريكيه الممنهجه والمستمره ضد روسيا في كافه، ليس فقط في المحافل الدوليه، وانما بتقود الولايات المتحده الامريكيه بالتعاون مع بريطانيا حملة دبلوماسية ضد روسيا في أفريقيا. لكن طبعا الجولة اللي بيقوم بها سيرجي لافروف أعتقد أن هيكون لها حضرتك أصداء إيجابية لدى الدول الأفريقية التي أعلنت أنها لن تنحاز لأي من الطرفين في الحرب الأوكرانية. نعم. طيب برضو سعد سفير، يمكن أكيد في ملفات سيتم طرحها خلال هذه القمة، وجهة نظرك هل هناك إعادة ترتيب للسياسة الخارجية الروسية من جديد في المنطقة ككل، أم هو يمكن شرح موقف فقط للجانب أو الجانب الإفريقية عما يحدث في أوكرانيا وروسيا أيضا؟ يعني أتصور حضرتك أنه جولة لافروف في المنطقة بدءا من مصر هي بترسخ العلاقات الروسية الأفريقية، وتثبت أن روسيا ما زالت لاعب مؤثر، طرف دولي مؤثر في السياسة الدولية، وأنه هتنمي، وبالرغم من العقوبات هي هتقوم على تنمية علاقاتها بالمزيد مع الدول الأفريقية وفي مقدمتها مصر.
طبعا هذه الجولة حضرتك يعني جولة أهم. أولا هتتيح الفرصة للدول الأفريقية إن هي تستطلع وجهات النظر الروسية، تستطلع وجهة نظر روسيا بالنسبة ما هي الشروط الروسية لإنهاء هذه الحرب، لأن أنا أتصور إن القادة الأفارقة جميعا بدون استثناء هيركزوا على أهمية وضع حد لهذه الحرب. من ناحية أخرى هيستمعوا للشرح الروسي، وتبادل وجهات النظر دي حضرتك مهمة لروسيا وللدول الأفريقية. نعم. طيب سعاد سفير، بوجهة نظر حضرتك أيضا العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في عدد من المجالات، وكانت هناك يمكن مشاريع عملاقة ما بين الجانبين، وهناك أيضا استمرار للعلاقات المتميزة بين الجانبين، ويمكن خير دليل على ذلك محطة الضبع النووية التي ستكون بمشاركة روسية. بوجهة نظر حضرتك كيف نستطيع البناء، أو تكون مصر كما كانت طرف محايد في النزاع الروسي الأوكراني، تستطيع أن تكون طرف مؤثر أيضا في المعادلة في هذه المشكلة المعقدة ربما بشكل كبير جدا؟ سيادتك تتذكر أن مصر طرحت مبادرة في إطار جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة وزارية عربية تتشكل من وزراء الخارجية بعض الدول العربية لاستكشاف فرص وساطة عربية، أو نقول يعني مساعي عربية حميدة لتقريب وجهات النظر الروسية والأوكرانية. وبالفعل هذه اللجنة توجهت إلى روسيا، إلى موسكو، والتقت بسيرجي لافروف، والتقت بالمسؤولين الأوكرانيين في وارسو عاصمة بولندا. وبالتالي مصر السيد الرئيس خلال جولته الأخيرة تكلم عن المبادرة المصرية المشار إليها، وأكد مجددا على أنه على موقف مصر لا تنحاز فيه إلى أي من الطرفين، لكنها تدعوهما إلى التوصل لاتفاق سلام. وأتصور أن مصر خلال المباحثات التي تتم في القاهرة مع وزير خارجية روسيا، مصر هتعيد التأكيد على هذا الموقف، كما أنها ستستطلع وجهة النظر الروسية حول الوسائل الكفيلة، السبل الكفيلة بإنهاء هذه الحرب، لأن مصر بتعتقد أنه استمرار هذه الحرب ليس في مصلحة أي طرف، سواء الأطراف المتحاربة روسيا وأوكرانيا أو حضرتك الدول الأخرى. وهتؤكد مصر على مدى الضرر الذي لحق بالدول الأفريقية من تداعيات هذه الحرب، سواء كنا حضرتك بنتحدث عن ارتفاع أسعار البترول أو حضرتك بنتكلم على ارتفاع أسعار الحبوب. ومصر طبعا هتنتهز هذه الفرصة لتؤكد مصلحتها وكذلك مصلحة الدول الأفريقية في تنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسطنبول أول أمس بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حول تصدير الحبوب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاد سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذه المعلومات والمشاركة معنا في تحليل هذه الزيارة الهامة لمصر. تنضم إلينا متابعة الأحداث عن قرب من مقر وزارة الخارجية حيث انعقد المؤتمر الزميلة أمل صبري. أمل، برحب بك بداية، ونحن في انتظار المؤتمر الصحفي المشترك الذي يجمع بين السيد سامح شكري والسيد لافروف من مقر وزارة الخارجية. ما لديك من أخبار يا أمل وأنت متواجدة هناك؟ التحية لك عمرو ولكل مشاهدي قناة النيل الأخبار. يمكن دقائق قليلة تفصلنا على بدء المباحثات التي تجمع بين وزير الخارجية سامح شكري وناظري الروسية سيرجي لافروف، والذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك على هامش جولته الأفريقية لعدد من الدول الأفريقية في مقدمتها مصر وكل من أثيوبيا والكونغو وأوغندا. هذه الجولة الأفريقية الهدف منها
الرئيسي هو الإعداد للقمة الروسية الأفريقية والمقرر انعقادها في 2022 في إحدى الدول الأفريقية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك وفقا لتصريحات وزارة الخارجية الروسية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى القاهرة مساء أمس، ومن المقرر أن يقوم بعدد من اللقاءات مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية، في مقدمتها وزير الخارجية سامح شكري. كما ذكرت هو الآن على وصول، وستبدأ بعدها جلسة مباحثات تجمع بين وزيري الخارجية والوفدين المرافقين لهما. أيضا من المقرر أن يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بعد زيارته للخارجية المصرية، وأيضا من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي كلمة في جامعة الدول العربية أمام ممثلي ومندوبي الدول العربية الدائمين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذه الكلمة ستركز على العلاقات الاستراتيجية الروسية الأفريقية، وأيضا ستكون عن الإعداد للقمة الروسية الأفريقية والمقرر انعقادها كما ذكرت في 2022. هناك العديد من الموضوعات والملفات المهمة التي سيتم مناقشتها خلال لقاء وزيري الخارجية، في مقدمتها بالطبع العلاقات الثنائية، أيضا الوقوف على تداعيات التحديات والأزمات المتتالية التي تواجه دول العالم، وفي مقدمتها بالطبع الأزمة الروسية الأوكرانية وكيفية التوصل لسبل الحلول السياسية لهذه الأزمة التي أثرت تداعياتها على مختلف دول العالم وفي القلب الدول العربية. نعم، بشكرك أمل على هذه المتابعة، وبالطبع سنعود إليك بعد قليل لمتابعة مجريات الأحداث الخاصة بالمؤتمر الصحفي المشترك ما بين السيد سامح شكري والسيد سيرجي لافروف، ونحن في انتظار هذا المؤتمر الذي يعقد بعد قليل بحسب تصريحات الزميلة أمل صبري من مقر وزارة الخارجية. شكرا جزيلا لك أمل على هذه المتابعة. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حميدة الكاتب الصحفي. أستاذ محمد برحب بحضرتك. تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا استاذ محمد. استاذ محمد، اهميه هذه الزياره بتحديدا في هذا التوقيت للسيد لافروف الى القاهره وجوله افريقيه من بعد ذلك؟ يعني في البداية الزيارة متعددة الأهمية. في الجانب الأول تؤكد على أهمية أولوية ودور المنطقة العربية في كمحور رئيسي أو كمنطقة هامة في العالم بشكل كبير. هذه الزيارة ربما سيشرح فيها وزير الخارجية الروسي وجهة نظر بلادي من بشأن الأزمة في أوكرانيا أمام المندوبين في الجماعة العربية، وأيضا سيلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري. هناك علاقات قوية سواء ما بين الجانبين المصري والروسي، وهناك علاقات اقتصادية واسعة فيما يتعلق بالمشروع الطبع، فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية، حتى في اتصال فيما يتعلق بسد النهضة. أعتقد أن روسيا ربما يتحدث وزير الخارجية الروسي عن إمكانية لعب دور في هذا الإطار. وأما فيما يتعلق بالجماعة العربية فسيكون هناك كلمة لوزير الخارجية الروسي أمام المندوبين الدائمين في الجامعة. أعتقد أنها ستتناول وجهة نظر الروسية أو شرح يعني الموقف الروسي مما يحدث في التوقيت الحالي. نعم، طيب بوجهة نظرك جدا أستاذ محمد، يعني أهم الملفات التي سيتم مناقشتها اليوم على الطاولة ما بين السيد سامح شكري والسيد لافروف وزير الخارجية الروسي؟ يعني كما ذكرت الملفات المشتركة ما بين مصر وروسيا ربما على الجانب الاقتصادي، اتصالا بمنطقة صناعية، منطقة الضبعة، أيضا ربما كما ذكرت ملف صد النهضة سيتم تناولهم، ربما أيضا ملف القمح والعلاقات. هذه الأمور أيضا سيكون هناك نقاش حول الموقف الروسي وشرح وجهة النظر الروسية مما يحدث في أوكرانيا، لأن هناك علاقات تاريخية ما بين الجانبين، ومصر عذرا وروسيا تعي أهمية مصر في المنطقة كونها المنطقة الكبرى في الدولة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، تعود كثيرا على الموقف المصري وتحافظ على العلاقات ما بين البلدين. أيضا فيما يتعلق بالقمة الروسية الإفريقية التي تأجلت ربما تتحدث في وقت لاحق، فهناك علاقات تاريخية تريد روسيا الحفاظ عليها، أيضا اتصالا بأفريقيا تعلم روسيا أن مصر هي حجر الأساس انطلاقا نحو أفريقيا وحاول تعزيز علاقاتها بالمنطقة بشكل كامل. نعم،
طيب استاذ محمد، ايضا المشروعات المشتركه ما بين مصر وروسيا في هذه الفتره مشروعات كبيره جدا، وبالطبع منها اهم المشروعات مشروع الضبع، وهذا نوع من العلاقات المتميزه تجمع ما بين الجانبين المصري والروسي. كيف ايضا نتحدث في نقطه المشروعات المشتركه ما بين الجانبين؟ يعني شاهدنا منذ يومين كانت هناك الصبه الخرسانيه لاول محطه او اول مفاعل في محطه الضبع النوويه. هذا المشروع وهذا الحلم الذي يعني بدات المراحل الفعليه في عمليات الانشاء والتفعيل، وبدات روسيا ايضا قبل اعلنت عن بدء منتجات او بدء انتاج المعدات الخاصه بهذا المشروع، وهو يمثل اهميه كبيره بالنسبه لمصر وبالنسبه للمنطقه وبالنسبه للجانب الاقتصادي. ايضا فيما يتعلق بمشروع قناه السويس والمنطقه الصناعيه الروسيه في مصر، وهي اكبر منطقه صناعيه خارج الاراضي الروسيه، تعول جدا بدرجه كبيره عليها روسيا كافه المشروعات. وهناك ايضا الجوانب الاقتصاديه الاخرى، لدينا يعني ارتفع التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا العام الماضي بنسبه 5.1، وصل الى حوالي 4.7 مليار دولار، أهمية كبيرة للجانب الاقتصادي بين البلدين تاريخيا، وربما هناك زيادة كبيرة في التعاون خلال الفترة الحالية. أيضا ربما الجانب الروسي لا يعول على العلاقات الاقتصادية والتجارية فقط باعتبار ثنائي، ولكن هو يعلم أن التواجد في مصر من خلال المنطقة الصناعية هو نقطة انطلاق نحو أفريقيا بشكل كبير. مصر هي بوابة العبور نحو أفريقيا بشكل كامل، فتقوية العلاقات الاقتصادية تقوية العلاقات السياسية قوية بالأساس منذ فترات طويلة يمثل أهمية كبيرة للجانب الروسي نحو التوجه إلى أفريقيا. أيضا روسيا تمثل أهمية بالنسبة للجانب المصري كونها تلتزم أو تفي بالتزاماتها وتعهداتها مع الجانب المصري على المستوى الثنائي، فهناك توافق وهناك تطابق في الرؤى، هناك رؤى مشتركة بشأن الجانب الاقتصادي. أيضا ربما أيضا سيتم مناقشة انضمام مصر لبريكس، فكل هذه الأمور فكل هذه الأمور ستكون حاضرة على طاولة النقاش هذا اليوم. نعم. طيب الجولة أصلا أيضا تشمل أستاذ محمد عدد من الدول الأفريقية، منها أثيوبيا وأوغندا والكونغو في عقاب الزيارة لمصر، بوجهة نظرك لماذا هذا التحرك الأفريقي تحديدا في هذا الوقت؟ يعني هناك تحرك من القوى الكبرى تجاه أفريقيا، يعني ربما منذ يومين بالأمس كانت هناك قمة أمريكية أفريقية في احتضنتها مراكش في المغرب، فبالتأكيد هناك مساعي أمريكية وهناك تحركات أمريكية في على هذا المستوى أيضا نحو العمق الأفريقي. أيضا روسيا كانت استضافت المؤتمر الأفريقي أو المنطقة الأفريقي الروسي، وهي يعني تستعد لمؤتمرات أو لنسخ أخرى. أيضا الصين ايضا برضه لديها تحركات في كما الاتحاد الاوروبي في افريقيا، فكل هذه التحركات هي لتعزيز الحضور والعلاقات والشراكات الاقتصاديه ما بين الدول العظمى وما بين الجانب الافريقي، لانه جميعا نعلم الثروات الهائله في افريقيا والموارد البشريه وما تمثله القاره بشكل كبير، يعني خاصة في الطاقات والموارد البشرية بشكل كبير. فكل هذه التحركات يعني هي تحركات معلنية ومعلومة الأهداف، خاصة أنها تسعى في المقام الأول لتعزيز الشراكة والحضور في هذه الدول بشكل قوي. فيما يتعلق بالجولة، سينطلق ربما وزير الخارجية الروسي من مصر إلى إثيوبيا مباشرة، لذلك تحدثنا عن انه ربما يتناول ملف سد النهضة، لاننا جميعا نعلم ان هناك علاقات ايضا قوية ما بين روسيا وبين اثيوبيا، ربما تعرض روسيا او يستطيع الجانب الروسي ان يلعب دورا في هذا الاتجاه، خاصة ان الملف يمثل اهمية قصوى للجانب المصري ايضا يعني. نعم. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد حميدة الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا على هذا التحليل. وينضم الينا ايضا عبر الهاتف دكتور يوسف حسن الخبير في الشؤون الافريقيه. دكتور يوسف برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور يوسف. قرات حضرتك لزياره السيد لافروف الى مصر ومن بعد مصر الى عدد من الدول الافريقيه. تاتي زياره لافروف مهندس السياسه الخارجيه الروسيه الى مصر والى افريقيا بصفه عامه
في إطار الرد على الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لبعض دول الشرق الأوسط منها السعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، والاجتماع الذي عقده مع دول مجلس التعاون الخليج العربي بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق. نعم. طيب الأستاذ يوسف، دكتور يوسف، أيضا هناك ممكن لقاءات مرتقبة ما بين السيد لافروف والسيد أحمد أبو الغيط رئيس جامعة الدول العربية، ومن بعد أيضا يلقي خطاب أمام المندوبين الدائمين. بوجهة نظرك ما هو يعني ستكون إليه العلاقات المشتركة وكذلك هذا اللقاء المشترك ما بين السيد الأمين العام والسيد لافروف وكذلك اللقاء ما بينه وبين المندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية؟ هو حضرتك الدول العربية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بصفة عامة تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية لها علاقات وطيدة في أفريقيا لأنها فعلت حركات التحرر من الاستعمار ولم تستعمر روسيا أفريقيا أبدا. وفي هذا الإطار فإن زيارة لافروف إلى جامعة الدول العربية واللقاء المرتقب مع السيد أحمد أبو الغيط يأتي في إطار توثيق التعاون المشترك وفي إطار أيضا التحضير للقمة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في دولة أفريقية لاحقا لم تحدد بعد. جميع الملفات مطروحة، الجميع يعلم المكانة الدولية لروسيا الاتحادية والجميع يعلم مدى التواجد الروسي في أفريقيا بالذات في مصر. مصر لها علاقات وطيدة مع الجانب الروسي، الجانب الروسي يمثل جانب استراتيجي بالنسبة للسياسة وأولوية بالنسبة للسياسة المصرية الخارجية. بنقول ان الظرف الراهن والحرب الروسية الأوكرانية هي على قمة جدول المحادثات. عملية التحضير للقمة وعملية تشكيل الرأي العام الأفريقي للتصويت في المحافل الدولية وجلب التأييد والمؤازرة للجانب الروسي هي عملية مهمة على أولويات السياسة الخارجية الروسية. نعم. طيب دكتور يوسف، أيضا مصر أعطت الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى المحطات النووية بمنطقة الضبعة، وزي ما تابعنا بالأول بالأمس كان يمكن رمي صب الخرسانة الأولى لهذه المحطة النووية في ظل علاقات مميزة بتجمع ما بين الجانب الروسي والجانب المصري في هذه الفترة. التعاون المصري الروسي وبالذات في الجانب المتمثل في الطاقة والطاقة النظيفة واستخدام المحطات النووية للأغراض السلمية هو تعاون وثيق الصلة وتعاون قديم، ومحطة الضبعة هي نواة هذا التعاون. روسيا تلعب دور كبير في تطوير الصناعات المصرية منذ ثورة 52، أقامت مصانع كثيرة مثل ألمونيوم نجع حمادي والسد العالي ومحطات الكهرباء وأيضا مصانع الحديد والصلب. الإطار الآن في هذا الاتجاه وهو تنويع مصادر الطاقة. روسيا لها شراكة كبيرة مع الجانب المصري في محطة الضبعة. الجانب الروسي له يعني معاملات كثيرة تجارية واقتصادية مع الجانب المصري وله معاملات اقتصادية وصناعية كبيرة أيضا في هذا الجانب وعملية التطوير العسكري والتدريب العسكري. مصر تتعاون مع روسيا في شتى المجالات السلمية وفي شتى المجالات التي تؤدي إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم القضايا المصرية لا سيما الأزمة الحاصلة الآن في أزمة سد النهضة. روسيا لها علاقات بأثيوبيا ولها علاقات بمصر ويمكن أن تلعب دور هام في تقريب وجهات النظر وتخفيف الآثار السيئة على مصر من سد النهضة. نعم. طيب أيضا دكتور يوسف، هل تستطيع أن تلعب مصر والدول العربية كما كان هناك اقتراح سابق من مصر بأن يكون هناك وساطة عن طريق جامعة الدول العربية، هل تستطيع الدول العربية مجتمعة مع مصر أن تحدث انفراجة نوعية للأزمة الأوكرانية الروسية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بينهم وبين الجانب الروسي؟ بلا شك طبعا أن العلاقات المتينة بين الجانب الروسي وجامعة الدول العربية ومعظم الدول العربية وعلى رأسها مصر، مصر قوة إقليمية كبيرة تلعب دور هام في هذه الملفات.
يمكنها تقريب وجهات النظر ويمكنها وضع الحلول والتسويات لهذه الأزمة التي نشبت في إطار الصراع الدولي. نحن الآن في عالم أحادي القطبية، الدب الروسي يحاول جاهدا العودة مرة أخرى إلى الساحة وإلى العودة إلى الثنائية القطبية مرة أخرى، وإن كان هذا يحتاج إلى وقت طويل، إلا أن عملية التوازنات ومصالح الدول العربية تلعب دورا هاما في الارتباط بالجانب الروسي أيضا، نظرا لمكانة الجانب الروسي ولما يلعبه الدور الروسي في القضايا المصيرية العربية على مستوى المحافل الدولية. نعم، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور يوسف حسن الخبير في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لحضرتك. إذا مشاهدينا الكرام، المتابعة مستمرة على شاشة النيل الأخبار، ونحن في انتظار المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قليل ما بين السيد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف. نحن في انتظار انعقاد هذا المؤتمر وما ستسفر عنه من نتائج بإذن الله على أرض الواقع. نشكر حضرتك طيب المتابعة، والمتابعة مستمرة على شاشة النيل الأخبار. إلى اللقاء.